بالوقت اللي يحتدم فيه النقاش حول الذكاء الاصطناعي، لا أعتقد أن ثمة عربي أو مسلم شارك في هذا النقاش بجدية. أن الأوروبيون الأمريكان قد وثقوا علاقة العقل بالمجتمع، وحاولوا إدراج هذا وتعزيز هذا المعنى العلمي العقلي على الواقع. وجدت أن قول تويمبي الذي يقول أن كل نهضة فكرية تحتاج إلى شرطين أو عاملين أساسيين، هما الريادة الفكرية، والريادة الفكرية متمثلة بحضراتكم يعني إصدار الوعي، والعامل الاستجابة الاجتماعية. بمجتمعنا العربي، مجتمعنا الشرق أوسطي بشكل عام، للأسف نحن نفتقد ونفتقر إلى الاستجابة الاجتماعية. أعتقد أن هناك نخبة لا بأس فيها نستطيع أن نقول عنها أنها ريادة اجتماعية، ريادة فكرية، عندنا أفكار وتصدير أفكار. أخذ موضوع الذكاء الاصطناعي مأخذا واسعا عميقا بالمجتمعات الغربية، وأعتقد أن هذا الحوار الذي توسع والعلم الذي تطور هو لم يكن وليد لحظة. أنا تابعت واستغربت أن هذا العقل الغربي يبحث فيه من العشرينات، وتعزز يمكن هذا المعنى بعد أن خرج الكمبيوتر، وكلكم تابعتوا هذا تعرفوا هذا المعنى. الذي أذهلني أو أستطيع أن أقول أن الذي انتكس فيه أن مجتمعاتنا للأسف بالوقت، كما يقول برنارد لويس في كتابه أين الخطأ، بالوقت الذي يبحث فيه جيمس وات عن القوة البخارية، يتخاصم المسلمون ويتعاركون عن هل الله ذات أم عين ذات. أحاول في هاي المداخلة السريعة أن أقول للمجتمع الذي أعيش فيه وأنتمي له أن العالم يتقدم شئت أم أبيت. نحن يجب أن نترك للآخر حرية التفكير أياً يكن هذا التفكير. أنا لا أريد أن أشير إلى بعض المؤاخذات التي يعج وتعج بها الجالية الآن وفي هذه اللحظة، من طقوس ومن خرافات ومن أقاويل ومن اجترار للتأريخ. دائما ما نسحب التأريخ العالم يتقدم إلى الأمام، ونحن أيها العالم العربي والإسلامي نتقهقر إلى الخلف للأسف، وبسبب أن الريادة في مجتمعنا الإسلامي والعربي هي ريادة منتكسة على ذاتها، ولذلك حاولت أن تنتكس بالمجتمع الذي ننتمي له.